توحدت خطبة الجمعة في السعودية للتحذير من الأفكار المتطرفة واستهل بعض الأئمة خطبهم للتعريف بتنظيم السرورية بحسب ما ذكره بيان وزارة الشؤون الإسلامية فيا ترى ماذا نعرف عن تنظيم السرورية وما خطرهم أهلا بكم أنا أحمد الشربطلي وهذه هي التفاصيل وجه وزير الشؤون الاسلاميه في السعوديه عبد اللطيف الشيخ خطباء الجواع بتخصيص خطب الجمعه للتحذير من تنظيم السروريه وهو ما اثار تساؤلات عن التنظيم وعن توقيت التحذير وشمل التوجيه التجديد على الخطباء باهميه توضيح كيف ينتهج هذا التنظيم السريه للوصول الى اهدافه وعلى راسها تحريض الناس على الخروج على ولاه الامور وتفريق جماعه المسلمين وبث الفرقه بينهم ونشر الحروب في بلدانهم وتاسست السروريه على يد الشيخ محمد سرور زين العابدين وهو سوري من محافظه درعا كان من الإخوان المسلمين وانشق عنهم لاحقا ويسمى التنظيم أيضا السلفية السرورية أو الطيار السروري أو السرورية والسروريين ويعرف أحيانا بطيار الصحوي وتعتبر السرورية فكرا وتنظيما وقد اعترف محمد سرور بوجود تنظيم نشأ في السعودية وانتشرت السرورية في بعض دول العالم كما ذكر سرور نفسه في برنامج مراجعات على قناة الحوار وبحسب عارف بن مزيد السحيمي عضو هيئه التدريس في الجامعه الاسلاميه السعوديه يعرف السروريين بعلامات مثل تاييد ما يسمى الثورات والربيع العربي وتحريض الشعوب على حكامها وتكفير الحكام ووصفهم بالطواغيت والتاليب عليهم وهكذا حسب كلامه، وكان ولي العهد السعودي قد وصف اتباع السروريه قبل اعوام بانهم الاكثر تطرفا في الشرق الاوسط واعلى درجه في الخطوره من الاخوان المسلمين. وقال إنهم يجعلون العقيدة أولا ولكنهم يصبغون عليها البعد السياسي كشرط ضرورة لا يكتمل إسلام المرء إلا به ويسمونها الحاكمية رغم أن السلف الأوائل لم يشترطوا هذا الشرط وقد تبنت الدولة في البداية السروريين على اعتبار أنهم طيار سلفي نقي ويواكب توجهات الدولة السعودية السلفية وهو الأمر الذي أعطى كوادر هذا التنظيم في الثمانينيات من العقد الماضي حرية في الحركة والدعوة والقدرة على اجتذاب الشباب حينها في حين خبا وهج جماعة الإخوان المسلمين نوعا ما ما خلق بين التوجهين صراعا فكريا شرسا كانت الغلبة فيه للسروريين وبعد الخطبة تبيانت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متفاوتة واستخدم البعض وسم خطبه التحذير من السروريه للتعبير عن ارائهم ورحب كثيرون بالخطوه واعتبروها خطوه تسلج الصدر وفيها حمايه السعوديه من المخططات الارهابيه في المقابل اعتبر المعارض السعودي تركي الشلهوب ان وزاره الشؤون الاسلاميه لا تجرؤ على توجيه خطباء الجمعه للتحذير من خطر الحفلات على الشباب والمجتمع معتبرا أن ما يجري هو جزء من مشروع يرمي إلى طمس الهوية الإسلامية وتدمير للمجتمع عن طريق الحفلات واستغلال المنابر، وإلى هنا تنتهي الحلقة، شكرا لكم متابعينا الكرام، شاركونا بآرائكم حول موضوع السرورية، شكرا لكم، كان معكم أحمد الشربطلي.